بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا برنامج في تعديل الصور. البرنامج لو نطقت صح هو روسيربي. البرنامج سهل جدا ان انت تجيب اي صوره موجوده عندك على الهارد وتبدا تعدل فيها زي ما انت عايز. يعني خلينا مثلا نيجي هنا فايل براوزر، ببدا اشوف الصور موجوده فين، وليكن مثلا على الاف، فيفتح لي الصور دي تبدا تعدل فيها زي ما انت عايز. خلينا نختار مثلا صوره مثلا زي ديت، اي صورة انت مثلا صورتها. بعد ما صورتها حسيت ان الالوان عايزة تتظبط، فتقدر تيجي هنا تقدر تعدل الالوان زي ما انت عايز، تفتح الحاجة تقدر تغمقها. مثلا الضوء كان خلف الحاجة اللي انت بتصورها فمش باين، فتقدر تقلل البلاك بحيث ان الصورة تبقى واضحة. اللايتنس تقدر تعدل فيها كونستراكت لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها بمقدار التشبع اللي انت عايزه. في امكانيات حلوة اوي في البرنامج، والبرنامج فري اوبن سورس مش محتاج كراك، وقوي جدا في الاستخدام بتاعه وسهل جدا. ويمكن ده احسن برنامج شفته على الويندوز بيعمل الخاصية دي، اللي هي التعديل السريع في الإضاءة والنور واللايتنس، بحيث انها تطلع حاجة زي ما انت عايز، الصور اللي انت صورتها تطلع بصورة كويسة.